السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل في المحاضرة دي كلامنا عن الفارماكوكينيتكس. اتكلمنا قبل كده عن الابزوربشن، دلوقتي هنتكلم عن الديستريبيوشن. بعد ما بيحصل امتصاص للدواء ويوصل للبلود ستريم، هيحمل لأماكن مختلفة من الجسم. فمثلا ممكن يروح للتشو فلويد، ممكن يروح للفيات ويحصل له ستورج، كمان ممكن يوصل للفيتوس، ممكن يوصل للملك. والعملية دي هي دي اللي بنسميها distribution، وهي reversible process. reversible يعني ايه؟ يعني ممكن بعد ما الدواء يروح للتشو ممكن يرجع تاني للدم. وفي فاكتورز بتأثر على الدراج ديستريبيوشن. من الفاكتورز دي اول حاجة البلود فلو تو اورجانز، كمان الاناتوميك باريرز زي البلود برين بارير مثلا، وتالت فاكتور اللي هو binding of drugs to plasma protein، والفاكتور الرابع binding of drugs to tissue proteins، وآخر فاكتور هو lipophilicity of the drug. أول فاكتور من الفاكتورز اللي بتأثر على الدراج distribution هو blood flow to organs. كلما كان البلود فلو عالي كل ما زاد الديستريبيوشن بتاع الدواء من البلازما للانترستيشال فلويد. يبقى the greater the blood flow to tissue the more distribution that occurs from plasma to interstitial fluids. والدواء بينتشر بسرعة للأورجانز اللي بيوصلها دم أكتر زي البرين، الليفر، الكدن، ولكنه بينتشر بصورة أبطأ للعضلات وأقل نصيب من الدواء بيوصل لمين؟ للفات، لأن الفات بيعتبر أفاسكولار. الفاكتور الثاني اللي بيأثر على الدراج ديستريبيوشن هو الاناتوميك باريرز زي البلود برين بارير او البلود بلاسينتر بارير. هنا في الصورة دي الكابيلاري اللي رايح للليفر، الكابيلاري بتاع اللي رايح للليفر بيبقى الاندوثيليال سيلز اللي فيه، ما بينها في large gaps دي بتسمح بمرور الدواء من البلد إلى الليفر. أما في البرين فالكابيلاريز اللي واصلة للبرين ما فيهاش الجاب جانكشنز دي. أمال في إيه؟ في tight junction between the endothelial cells، ودي بتمنع مرور الدواء من الدم للبرين، يعني ما بتعديش الأدوية للبرين. طيب إنما برغم كده في بعض الأدوية ممكن إن هي تعدي وتروح البرين زي الليبيد سوليبل سابستنس، دي تقدر تدخل للبرين، وكمان ال عن طريق كاريرز ممكن الأدوية تقدر إن هي تدخل للبرين. بعض الأدوية القليلة جدا ممكن إن هي تنتقل عن طريق كارير mediated transport mechanisms،
تدخل جوه الايه البرين. طبعا مش بس الباريرز دي هي موجوده في البرين فقط، ولكن بنلاقي كمان في باريرز موجوده في اماكن اخرى زي البلاسينتا مثلا، ودي بتمنع الادويه ان هي توصل للفيتوس. يبقى علشان الادويه تعدي من البلود برين بارير لازم الادويه دي تكون ليبيد سوليبل، لكن الادويه الهيدروفيلك دي ما ينفعش ابدا ان هي تعمل كروس للبلود برين بارير. اما لو كان في حاله مينينجايتس فدي ممكن تزود البرميابيليتي للهيدروفيلك دراجز. في الحاله دي ممكن الهيدروفيلك دراجز تروح تدخل في البرين. الفاكتور الثالث اللي بيأثر على الديستريبيوشن بتاع الدواء هو البايندينج تو بلازما بروتين. الدواء ممكن بيمسك في البلازما بروتين زي الألبومين مثلا، ويعمل حاجة اسمها دراج بروتين كومبلكس، ودي بيبقى حجمها كبير ما تقدرش ان هي تعدي وتروح للتشو، يبقى مش هتسيب البلط ولا هتروح للتشو. الفري دراج يقدر ان هو يروح للتشو ويحصل له ديستريبيوشن، انما البروتين باوند دراج ده هيبقى inactive لانه مش هيقدر يخرج من البلاد ستريم ويروح للتشو، ولا هيقدر يعمل الايه الاكشن اللي مفروض يعمله. انما الفري دراج اللي هو unbound drug بيعمل كروس للممبرين ويروح للسايت اوف اكشن ويعمل الثيرابيوتيك افكت اللي هو مفروض يعمله. يبقى الفري دراج بيبقى اكتف انما الباوند دراج بيكون ان اكتف. الالبومين هو الميجر دراج بايندينج بروتين، والبروتين ده بيعتبر كدراج ريزرفوار، مخزن للدواء. يعني لما الكونسنتريشن بتاعة الفري دراج تقل عن طريق الإليمينيشن مثلا، ايه اللي بيحصل؟ الباوند دراج هيفك من البروتين ويطلع شوية فري دراج تاني علشان يعملوا ايه الاكشن بتاعهم. طيب يبقى احنا دلوقتي ممكن نقول ان عملية البايندينج اوف دراج تو بلازما بروتين بتعمل برولونجيشن للاكشن بتاع الدراج. او طبعا البروتين بايندينج ده لازم نعرف ان هو ريفيرسيبل، يعني الدواء ممكن يفك منه من البروتين ويروح للتشو. كمان لازم نعرف انه بيأثر على الميتابوليزم وعلى الاكسكريشن، بيقلل عملية الميتابوليزم وعملية الاكسكريشن يعني الاليمينيشن بتاع الدراج من الجسم. كمان قلنا قبل كده انه هيطول الديوريشن اوف اكشن، وممكن كمان ان البروتين بايندينج يتسبب في حدوث دراج انتر اكشن. لما بيحصل كومبيتيشن لدويين على نفس مكان البايندينج سايت على البلازما بروتين، هيحصل حاجه اسمها ديسبليسمنت لدواء منهم
وبكده هيزيد الفري فراكشن بتاع الدواء اللي اتزحزح من مكانه ده، ويزيد الإفكت بتاعه، وممكن يحصل توكسيستي بسببه. زي المثال ده، الأسبرين والوارفر، الأسبرين أيوة والوارفر، لما بنديهم مع بعض في نفس الوقت، الوارفرين بيحب الألبومين وماسك فيه زي ما احنا شايفين. لما الأسبرين بيدخل بيعمل ايه؟ هيعمل displacement للوارفرين من البايندنج سايت بتاعه على الألبوم، وبالشكل ده الوارفرين هيبقى فري في البلازما. وهيروح للتشو، وبالشكل ده ممكن يعمل serious bleeding. الفاكتور الرابع اللي بيأثر على الدراج ديستريبيوشن هو البايندنج تو تيشو بروتين. بعض الأدوية ليها أفينيتي إنها تمسك في بعض الأنسجة وتتركز فيها، وبكده الديستريبيوشن بتاع الأدوية دي هيزيد في هذه الأنسجة، والأنسجة دي بتعتبر كمخزن ريزرفوار يعني للدواء اللي موجود فيها. يعني كل ما يقل الدواء في الدم يخرج شوية من التيشو اللي هو المخزن، وبكده نطول الديوريشن اوف اكشن بتاعة هذه الأدوية. المثال اللي عندنا هنا هو الديجوكسين. الديجوكسين ده بيحصل له accumulation في الهارت وفي المسلز، وهنا لازم نظبط الجرعة بتاعة الدواء ده، علشان ممكن لو زودنا الجرعة يحصل توكسيستي. الفاكتور الخامس اللي بيأثر على الديستريبيوشن بتاع الدواء هو الدراج لايبوفيليسيتي. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان الأدوية اللايبوفيليك هتمر من الممبرين بسهولة لأنها بتدوب في الليبيد ممبرين وتخترق الخلايا، وممكن توصل للبرين، وممكن تعدي من البلاسينتا وتروح للفيتوس، وطبعا كمان بتروح للليفر علشان يحصل هناك ميتابوليزم. إنما الدواء اللايبوفيليك مش هيعرف يروح ينزل في اليورين، لأنه لو حصل له فلتريشن ونزل في التيبيولز هيحصل له ريأبزوربشن من التيبيولز تاني. واحنا بنتكلم عن الدراج ديستريبيوشن لازم نعرف حاجة اسمها فوليوم اوف ديستريبيوشن. الفوليوم اوف ديستريبيوشن اختصاره VD. طبعا لما بناخد الدواء مين اللي بيوزع الدواء ده؟ بيتوزع عن طريق الفلويد، الفلويد اللي موجود في الجسم. يبقى لازم نعرف أماكن توزيع الفلويد ده في جسم يبقى الدراج may distribute into any or all of the following compartments. مين هما؟ البلازما والانترستيشال فلويد والانتروسيلولار فلويد. البلازما بتمثل 4.3% من البودي ويت، والانترستيشال فلويد بيمثل، هو ده بيمثل ايه؟ بيمثل من 15 ل 27% من البودي ويت.
اما الانترا سيلولار فلويد فبيمثل 35 ل 42% من البودي ويت. تمام كده، ده الانترا سيلولار فلويد. البلازما والانترستيشيال فلويد الاثنين دول بيمثلوا الاكسترا سيلولار فلويد. الاكسترا سيلولار فلويد مع الانترا سيلولار فلويد يعملوا لنا التوتال بودي فلويد اللي هو بيمثل تقريبا 60% من البودي ويت. لو حبيت اعرف الفوليوم اوف ديستريبيوشن هقول هو الفلويد فوليوم that is required to contain the entire drug in the body at the same concentration measured in the plasma. والفوليوم ده hypothetical، تخيلي، علشان كده بيتسمى apparent volume of distribution. مدام الفوليوم of distribution عالي كده، يعني طالع 20، ده رقم كبير، 20 ده رقم كبير، كده يبقى أعلى من البلازما فوليوم، يعني اللي بيكون حوالين 3 لـ 4 لتر. يبقى معنى كده إن الدواء ساب الدم وراح في التشو، يعني توزع وحصل له ديستريبيوشن في التشو. تعالوا نبص بقى في المعادلة. أنا حقنت 1000 ملي جرام، ولما قست الدواء لقيته 50 ملي جرام في اللتر، بس 50 بس. لو الدم حجمه 3 لتر مثلا، يبقى تركيز الدواء في الدم مفروض انه هيبقى كام؟ 50 × 3، لان تركيز الدواء اللي انا قسته كان ايه؟ 50. 50 ده في اللتر الواحد. طب حجم البلازما او حجم الدم عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 لتر تقريبا. يبقى 50 هنضربها في 3 هتطلع 150 ملي جرام. باقي 1000 اللي انا حقناهم راحوا فين؟ انا حقنا 1000 في الدم هنا، راح فين الباقي ده؟ يبقى ده دليل انه راح للتشو. نشوف هنا كده، لو حقنت 50 ملي جرام من الدواء انتروفينوس، ولو اعتبرت ان الجسم one compartment، بنسميها central compartment، الدواء اللي حقنته هيتواجد في central compartment فقط ومش هيروح مكان تاني في الجسم. وفي الحالة دي هيكون الفوليوم of distribution هيساوي البلاد فوليوم تقريبا. زي الحالة دي كده، 50 ملي جرام اتحقنوا، ولما جيت اقيس ال concentration بتاعت الدواء في البلازما لقيتها 10 ملي جرام بير لتر. اما هنقسم الخمسين على العشر عشان نجيب الفوليوم اوف ديستريبيوشن، هنلاقيها بتطلع 5 لتر، ودي تقريبا تساوي البلازما فوليوم. اما لو الدواء زاد راح للتيشو وعمل تيشو بايندينج، هيبقى تركيز الدواء في البلازما هيبقى
5 ملي جرام في اللتر بس، وبكده هيبقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن 10 لتر، وال10 لتر دي معناها ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن هنا اعلى من البلازما فوليوم. يعني هنا الديستريبيوشن زاد لان الدواء راح للتشو. طيب تعالوا نشوف الصورة الأخيرة دي. لو الدواء بقى بيمسك في البلازما بروتين، يبقى نتوقع ان الديستريبيوشن هيزيد ولا هيقل؟ جينا قسنا الكونسنتريشن هنا لقيناها 20 ملي جرام بر لتر، كونسنتريشن كبيرة. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الدواء ماسك هنا في البلازما بروتين وما حصلوش ديستريبيوشن، وعشان كده لما نيجي نحسب الفوليوم اوف ديستريبيوشن هنلاقي ونقسم 50 على 20 هتدينا 2.5 لتر. نلاحظ هنا ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن قل، تمام؟ وده بيثبت لنا اللي قلناه قبل كده، ان التيشو بايندينج، الدراج تيشو بايندينج بيعمل ايه؟ بيزود الدراج ديستريبيوشن. اما البلازما بروتين بايندينج اوف دراج بيقلل الدراج ديستريبيوشن. لو الدواء حجمه كبير جدا وبيمسك كمان في البلازما بروتين، بيمسك فيها جامد، يعني له هاي افينتي البلازما بروتين، مش هيعرف يعدي من الجاب جانكشن اللي ما بين اللي موجودة في الكابيلاريز، ها الاندوثيليال سيلز بتاعت الكابيلاريز، ويبقى يعني يفضل في الايه، في الفاسكولار كومبارتمنت. خلاص يعني هيفضل في الفاسكولار كومبارتمنت، وفي الحاله دي هيبقى البلازما فوليوم الفوليوم اوف ديستريبيوشن يساوي البلازما فوليوم، لأنه مش هيروح في حتة تانية، حجمه كبير large size وكمان ماسك في البلازما بروتين. معنى كده ان هو مش هيعرف، هيبقى too large to move out through the endothelial gap junctions اللي موجودة في الكابيلاريز. خلاص مثال على كده الهيبرين. الهيبرين المولكيولار ويت بتاعه كبير، فهيفضل في الفاسكولار كومبارتمنت، والفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه هيساوي البلازما فوليوم. اما لو الدواء المولكيولار ويت بتاعه صغير ولكنه ليبيد انسولوبل زي المانيتول كده، ممكن يعدي من السليت جانكشن اللي في الكابيلاريز ويوصل للايه، للانترستيشيال فلويد، ولكنه لن يستطيع دخول الخلية لانه ايه، لانه ليبيد انسولوبل، يعني مش هيعرف يدخل للانتروسيلولار فلويد. وفي الحالة دي الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الدراج ده هيساوي الاكستراسيلولار فلويد فوليوم. خلاص اللي هو عبارة عن ايه، الاكستراسيلولار عبارة عن الاتنين دول،
زي ما اتفقنا قبل كده، عبارة عن البلازما فوليوم زائد الانترستيشيال فلويد. هو مش هيعرف يدخل انتراسيلر، علشان كده ده مش انكلودد فين هنا معانا. تمام. طيب اما اذا كان الدواء لو مولوكيولار ويت وكمان ليبيد سولوبل، في الحالة دي يبقى هيعرف يوصل للانترستيشيال فلويد والانتراسيلر فلويد، خلاص، لان هو هيعمل ايه؟ هيعرف يعدي من يروح الخلية. تمام. يبقى في الحالة دي ده زي الالكحول مثلا، المثال بتاعنا هنا الالكحول. في الحالة دي الفوليوم اوف ديستريبيوشن هيساوي الاكسترا سيلر فلويد فوليوم زائد الانترا سيلر فلويد فوليوم، يعني هيساوي ده كله. يعني بمعنى تاني ممكن نقول هيساوي التوتال بودي فلويد فوليوم. حاجة أخيرة عايزين نعرفها هنا، وهي أن الدواء لما بيكون له high volume of distribution يبقى هيسيب البلازما ويدخل الـ extracellular compartment بتاعت الجسم. علشان كده لازم أزود الجرعة بتاعته وأنا بعالج، علشان أوصل للبلازما كونسنتريشن اللي أنا عايزاها عشان يقدر يعمل الإفكت بتاعه. يبقى هنا لازم أزود الجرعة اللي هعالج بيها. إنما إذا كان الدواء of low volume of distribution يبقى معنى كده إنه هيفضل في البلازما. هيفضل فين؟ في البلازما. وكده هحتاج جرعة صغيرة من الدواء، وده عشان توصلني للبلازما كونسنتريشن اللي هتخلي الدواء يعمل الأكشن بتاعه، الثيرابيوتيك افكت اللي مفروض انه يعمله.